أحمد عبد الرؤوف من العاصمة المصرية القاهرة. أرحب بك بداية أستاذ أحمد. سابقة لم تحدث في المنطقة الغربية وتحديدا العاصمة طرابلس منذ أن دخلت حكومة السراج إلى المدينة عبر الفرقاطة الإيطالية تدريبات عسكرية لمرتزقة سوريين ومرتزقة أجانب آخرين في معسكرات ليبية، للأسف أبرزها معسكر صلاح الدين. إن دل على شيء فعلى ماذا يدل أستاذ أحمد؟ اهلا بك صديقي العزيز واهلا بمشاهديك الكرام. هو يدل على ان حكومه الوفاق برئيسها سيد السراج محصورون الان في الزاويه، ليس لديهم اي امكانيه لحمايه انفسهم. راينا منذ ايام الاشتباكات الدائره بين الفصائل او بين الميليشيات التابعه لحكومه الوفاق في جنزور وفي مصراته، دليل على ان الرؤيه باتت متخبطه في الداخل معسكر السراج. الرجل لم يعد قادرا على حماية ظهره. يبدو أن أردوغان قد فطن إلى اللعبة وفطن إلى الخلافات الداخلية نتيجة المئات من الملايين التي تهدر من أموال الليبيين لهذه الميليشيات. يبدو أن الميليشيات التابعة للسراج اعترضت على هذه الأموال وأرادت أن يكون لها نصيبا من هذه الكعكة، فبدأت الخلافات فيما بينها. يبدو أن ذلك قد مثل خطرا على السراج، فراح إلى مولاه أردوغان ليأتي إليه بحراس من الميليشيات القادمة من الخارج والمرتزقة لتحمي له ظهره من أمرين، من الميليشيات التابعة له هذه واحدة، ومن الضربات المتلاحقة التي يلاقيها تلك المرتزقة من الجيش الوطني الليبي. دليل جديد على الخيانة، دليل جديد على إهدار أموال الليبيين على المرتزقة. يعني أقول لك أن يعني العدد الآن بات أكثر من 16,000 من المرتزقة لأبيهم من كل أفقاع الأرض إلى ليبيا من أجل تحقيق أطماع أردوغان ومن ورائه السراج الذي لم يعد إلا عميلا لتنفيذ أو أداة لتنفيذ المخطط العثماني التركي في ليبيا. 2000 دولار هو ثمن كل مرتزق سوري. بعملية حسابية بسيطة نجد أن 16,000 من المرتزقة 2000 دولار للواحد، نجد أن أكثر من مليار دولار هو الحصيلة. من يدفع هذه الحصيلة؟ هل السراج؟ لا، هي مقدرات الليبيين ونفطهم وأموالهم هي التي تدفع، خزاناتهم التي تسرق. طيب أستاذ أحمد، لماذا البعثة الأممية تغض النظر عن مثل هذه الانتهاكات في المنطقة الغربية وتواجد لمرتزقة في انتهاك واضح للسيادة الليبية؟ سألت صديق أين هي البعثة الأممية؟ حتى الآن منذ رحيل غسان سلامة لم نجد بعثة أممية، وهذا ما ينادي به مجلس النواب والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش. تسأل مرارا الأمم المتحدة لماذا لم يتم تعيين مبعوث أممي إلى الآن لليبيا؟ هذا هو السؤال. يبدو أن أطرافا دولية تريد للأمر أن يستمر. السؤال باقي، لماذا لا يوجد مبعوث أممي؟ ألا يرى العالم هذه الصور التي باتت يعني تعيش في ليبيا فسادا وفي طرابلس الآن؟ لماذا؟ من أين الأمم المتحدة؟ أين أنطونيو غوتيريش؟ سيرينا ماذا تفعل؟ كان رئيس البرلمان في جنيف السيد المستشار عقيل صالح رئيس النواب الليبي، كان في جنيف قبل يومين وعرض واضحا لهذه الصور وتحدث مع النوويين وأظهر الحقائق واضحة، ومع ذلك لم نجد تحركا. يبقى السؤال، لماذا لا يوجد مبعوث أممي إلى الآن في ليبيا؟ ما هو السبب وراء هذا الإحجام؟ هل ثمت من يناصر الموقف التركي في ليبيا؟ سؤال غريب، وعلى الأمم المتحدة نفسها أن تريد على هذا التساؤل. رأينا بالآن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لهجة عنيفة قد تبدو للمرة الأولى في وجه أنقرة، وتصعيد وتلويح بالعقوبات. تلويح، متى سيتم فرض يعني ترجمة هذا التلويح إلى إجراء؟ هل تمت أيضا داخل الاتحاد الأوروبي من يسير وراء تركيا في مخططاتها؟ أسئلة باتت غريبة وباتت مستغربة وتحتاج إلى إجابة واضحة من المجتمع الدولي. هل الخوف من الاهتزاز التركي بلعبة المهاجرين وورقة المهاجرين المعتادة هي ما تحمل الأمم المتحدة ومن ورائها الاتحاد الأوروبي على الصمت أمام هذه الخروقات التركية؟ سؤال غريب أيضا يحتاج إلى إجابة ووقت متناقضة. لا نحصل من المجتمع الدولي إلا على
الاستنكارات والتصريحات المتجددة، ولكن على الأرض التركي يضع عدد المرتضى والآلاف وتخطى 16,000 والقتل على الهوية وسرقة مخدرات الليبيين. نعم الأستاذ أحمد عبد الرؤوف المحلل السياسي والمهتم بشأن المحلي الليبي، كنت معي عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة، أشكرك على كل هذه التفاصيل.